مسخرة عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في برنامج رانواي. رانواي الأول في الجزائر اللي يجيكم بجديد الموضة، كل ما هو ترند لهذا الموسم من لوكات ميك اب وحتى ألوان. وأكيد في كل عدد يكون حاضر معنا فاشن ديزاينر في فقرة فاشن شو. مشاهدينا دوك حبيت تعرفوا على موضوع فقرة ستريت ستايل، تابعونا بعد هذا الفاصل. يشكل الحذاء فارق كبير في الإطلالة ولا اللوك ديالنا، خاصة إذا كان ذو كعب عالي. رغم الألم اللي سببهنا هذا النوع من الأحذية، لكن يبقى المفضل لدى الكثير من السيدات خاصة قصيرات القامة. في هذا التقرير من ستريت ستايل راح نتعرفوا على موديلات الكعب العالي لخريف وشتاء 2020، خلونا نتابعوا. خبايا واسرار الميك اب. اليوم مع نيلو راح نتعرفوا على الميك اب لوك اللي يناسب العيون الخضراء، خلونا نتابعوا. اليوم في فقرتي رانا رايحين نتعلموا كيفاه نماكييو العينين الزرقاء والعينين الخضراء. دوك نعطي لكم لي زاستوس كيف تماكييو. مي قبل ما ندوزو في لابراتيك، اليوم حبيت نعطي لكم لي باز تاع لي فارا بوبيير بور لا كولور تاع عينيكم. دوكا رانا رايحين مع الموديل تاعي كيفاه نماكيلها. انا هي دي زيو نوازيت، ما ننساكمش لي زيو مارون، عندكم كاع لي كولور يجيكم. مي استوس وقاعده تاع الميك اب، دائما تختلفوا لي كولور تاعكم، سيتادير الالوان الخضراء ما نديروش على العيون الخضراء، والالوان الزرقاء ما نديروش بالماكياج اللي عندهم عينيهم زرقاء. سي سام، يلا اون كومونس لا براتيك. البنات لي زو نوازيت كيما الموديل تاع اليوم، انا رايحين نلعبو مع لي طون شو ولي طون فخوا. دوك تشوفو لي كولور لي دوك جو اوتيليزي في الميك اب تاعها. دونك البنات شوفو، عندكم هادو هما لي طون شو داكور، وعندكم لي طون فخوا ايريزي. دوك نلعبو معاها وتشوفوا كيف نديروا لي كولور. نتير لا بوبيير تاعنا، هذا هو اللوك اللي اقترحته للعيون الخضراء و لي زيون نوازيت. درت لكم ماكياج مع دي طون فخوا
كما قدرتوا تشوفوا الالوان فاتحه وزدت شويه في الالوان الترابيه باش خرج لنا هذا اللوك. كما قدرت قلت لكم اوسي اليوم شفتوا من ميك اب نهاري الى ميك اب ليلي. ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في عدد جديد ولوكات جدد وتقنيات جديده. دونك اتهلاو في راحتكم، خرجوا شابات، ماكييو، سلام. الخضار مفيدة لصحتنا، والخضار الملونة تعتبر رقم واحد لدى المشاهير وعند خبراء التغذية. لماذا؟ الجواب راح نعرفوه في هذا التقرير من فقرة لايف ستايل. للخضار الملونة دلالات تغذوية هامة باعتبارها جزء من نمط حياتنا الصحي، فخبراء التغذية يوصوا على تناول الخضار التي تحوي فوائد غنية بالمواد الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم. تعتبر الخضروات التي تتميز بلونها الأحمر الغنية بكاروتين وإيدات المختلفة مثل الليكوبين، والتي تساعد على حمايتك من أمراض الأوعية الدموية والقلب. ومن أهم الخضروات الغنية باللون الأحمر الطماطم، الفجل، الشمندر والفلفل الأحمر. الخضروات البرتقالية التي تحتوي بشكل مركز على مادة البيتيا كاروتينات والتي تساعد على الوقاية من السرطان، كما تساعد أيضا في الأداء السليم لجهاز المناعة، ونذكر منها الجزر، الفليفلة، الحلوى، القرع العسلي. الخضار الخضراء في معظم الحالات هذا النوع من الأصباغ يحافظ على سلامة الجهاز البصري. ومن أهم الخضروات الغنية باللون الأخضر الفلفل الأخضر، الخيار، الجرجير، الكالي، السبانخ، السلق، البروكلي والخضروات الورقية. ومن هذا تحرص معظم النجمات العالمية على تناول خضروات معينة تتوفر فيها مجموعة من الشروط الأساسية. جينيفر لوبيز تفضل الكراث المفروم وتضيف إليه مكونات صحية من بذور اليقطين المحمص وعصير الليمون. بيونسي تفضل الخضار التي تحتوي على الأعشاب البحرية إلى جانب عشقها للجزر والخيار والبصل الأخضر. فمن المؤكد أن الخضروات تعتبر جزء مهم في جسم الإنسان لاحتوائها على قدر كبير من المواد التي تغذي الجسم وتساعده على الحفاظ على رشاقته وصحته لفترة طويلة. خلونا نستقبلوا العارضات في هذا الفاشن شو.
كانت تشكيلة رائعة جدا جميلة. شكرا لنا لكم مشاهدينا في فقرة هاشتاغ البس جزائري. اليوم أنا رايحين لأقصى شرق الجزائر باش نتعرفوا على القندورة العنابية. كما عودناكم في كل مرة في فقرة البس جزائري نعرفوكم على عادات وتقاليد كل منطقة اللي تتنوع وتتميز بتراثها العريق. اللباس التقليدي الحاضر في كل الأفراح والأعراس اللي يميز أصالة وشهامة المرأة الجزائرية. عنابة ولا مدينة السبع قنادر اللي من أشهرها دلالة واللفة، واللي يعرف بزي الحنة الخاص بالعروس ويتكون من عدة قطع. أساسها القندورة المطروزة بالفتلة، وهي عبارة على خيوط من الحرير وتكون ذهبية ولا فضية غالبا، ويجي فوقها القاط اللي يكون مصحوب مع دلالة، واللي هي قطعة تتحط فوق الراس وتتزين باللويز ولا السلطاني في زمان. إذا حكينا على الدلالة لازم نحكيه على أساسياتها من الحلي والمجوهرات كما الخجالي، الجبين، الشوشنات وزينة الخد اللي تشتهر به تلك المنطقة. اللفة هي جاكيت ولا سترة مطروزة بالفتلة وتجي متوسطة الطول ولا قصيرة غالباً. ومن أقدم القنادر في عنابة قندورة الفتلة اللي تكون من القماش قطيفة الحر وتتطرز بخيوط من الذهب. قندورة التل تكون من قماش الساتان وتتطرز بنفس خيوط الفتلة. نروحوا للكوكتيل العنابي ولا البيرلاج، واللي هو تنوع بين خيوط الفتلة والكونتيل، وتتعمر بالأحجار المرصعة وتتخدم على قماش الساتان والمخبل. أما قندورة التل والحساب تلبسها العروس كي تكون في الحمام. هو تنوع ثقافي جزائري تميزت به منطقة الشرق باش تحكينا على الزي التقليدي المقدس في منطقة عنابة التراثية. بعد ما شفناها
التقرير اللي يخص اللباس التقليدي اللي تتغنى به ولاية عنابة. لحقنا مشاهدينا لنصيحة اليوم اللي تخص الميكاب. إذا كنت مبتدئة يعني ما عندكش خبرة كبيرة في الميكاب، ماشي متمرسة ماشي بروفيشنال، من الأحسن أنه لوكاتك تكون بألوان هادئة هكذا باش نتفداو كل أخطاء الميكاب. مشاهدينا لحقنا لختام حلقة